هذه بالذات. ايه الارتباط اللي بين الاخوان وبين داعش؟ الداعش يعتبر الجناح العسكري لتنظيم الإخوان عن طريق كانت تنظيم القاعدة، بعدين من تنظيم القاعدة انتقلوا إلى الإخوان، إلى تنظيم داعش، فهذا الجناح العسكري. كنت بتقابل قيادات من الإخوان لا باعتبارك وكيل عن الأمير؟ لا لا، كانت المقابلة عن طريق الوالي، مش حتى عن طريق الأمير، لا كانت عن طريق شخص الوالي أو الشخص المندوب من مدينة مصراتة، هو اللي كان الوسيط بين التنظيم وبين مصراتة. أنت قلت لي اللي دخلك اللجنة الأمنية واللي رشحك كان قيادي إخواني. لا ما كانش قيادي إخواني. أولا تم اغتيال الفترة في نهاية في بداية 2013، تم اغتياله في مدينة سرت، لكن هو انضم، أعتقد أنه انضم، مش عارف من قبل، الله أعلم، لكن اللي نعلم أنه انضم لتنظيم لحزب العدالة والبناء، انضم لحزب العدالة والبناء. قطعت علاقتك بيه بعد كده؟ تم تصفيته في مدينة سرت، تم اغتياله. ورشحك يعرفك منين؟ زميل دراسة سابق، كنت بتدرس ايه؟ محاسبة. هو كان زميلك في الجامعة ولا في المدرسة؟ لا لا، في المدرسة قبل أن نمشي نتوزع، هو تخصص هندسة وأنا تخصصت محاسبة.